يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذا آخر حروف الصفير وهو حرف الزاي، وهو من نفس مخرج الصاد والسين، ومما ينبغي العناية به لهذا الحرف العناية بجهرها وصفيرها. طبعا الحروف تذكر وتؤنث، يقول بجهره وصفيره أو بجهرها وصفيرها، في نحو وزدجر وز وز وز، فهو مجهور فيه صفير. وزدجر وزخرف، تزدري تز تزدري، زلزلت، رزقناهم، أزكى أزكى. الحذر من دخول شائبة السين عليها إذا جاورت التاء أو الدال وسكنت. أعجزت أعجزت، جزز أعجزت، تزدري، كنزتم كنزتم. وإذا وقعت قبل جيم أو بعدها وجب أن تبين الجيم والزاي لئلا تدغم فيها، نحو يزجي يزجي، مزجى، رجزى رجزى، والرجز أو والرجز في قراءة الجمهور. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحرف، وإلى لقاء آخر مع حرف آخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.